بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 81. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآيات، الآية الأولى، يقول الله سبحانه يخاطب المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. هذا استفهام تقرير واستنكار، استفهام استنكار ونفي، أي لا تدخلون الجنة إلا بأسباب وأعمال صالحة قد تكون شاقة على النفوس. فإن الجنة محفوفة بالمكاره كما جاء في الحديث، محفوفة بما تكرهه النفوس، والنار محفوفة بالشهوات أي بما تشتهيه النفوس. فالجنة محفوفة بالمكاره لأنها تحتاج إلى أعمال صالحة، والأعمال تشق على كثير من النفوس. الجهاد في سبيل الله فيه مخاطرة بالنفوس، فيه آلام وجروح وقتل، تعرض للخطر، وهذا مما تكرهه النفوس البشرية، إنها تريد السلامة وتجنب هذه المخاطر. ولكن المصلحة أرجح من هو فيه مخاطر وفيه مكاره، ولكن المصلحة من ورائه أكثر من المضرة. فالمخاطر والمكاره مؤقتة، وأما العاقبة الحميدة فهي دائمة. وكذلك الصلاة، الصلوات الخمس وقيام الليل والصيام، صيام رمضان وصيام التطوع، ما فيها مشاق. هذه إنفاق الأموال المحبوبة إلى النفوس فيه مشقة، ولكن لا يحصل دخول الجنة إلا بهذه الأمور. الجنة لا تنال بالراحة والكسل، وإنما تنال برحمة الله وبسبب الأعمال الصالحة، وإن كانت شاقة على النفوس. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي الآية الثالثة يقول سبحانه: حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فالذي يريد الجنة يأتي بالأعمال الصالحة، ولو كانت شاقة عليه يصبر على ذلك نظرا للعواقب الحميدة. تعب ساعة يعقب راحة دائمة. والله جل وعلا يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعى لها سعيها، ما يكفي أنه يريد الآخرة فقط، كل يحب الجنة ما في شك، كل
يحب أن يدخل الجنة، ولكن الجنة لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الجنة لها ثمن، لا تحصل بدون ثمن وبدون تعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه، يعني العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا عاجز يريد أن يدخل الجنة بدون عمل بسبب العجز والكسل، ما يمكن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهنا يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أي ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما حرف نفي للمستقبل، ولما يأتكم أي يحصل لكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي مثل ما حصل على من سبقكم من الرسل وأتباعهم، لا بد أن يحصل عليكم ما حصل على إخوانكم من المؤمنين السابقين، وحتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يحصل عليهم مشقة وامتحان وتعب، وأشدهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما يأتكم مثل الذين، أي مثل ما حصل لإخوانكم الذين خلوا أي مضوا من قبلكم، هذا لا يمكن. سنة الله جل وعلا لا تتغير أبدا في الأولين ولا في الآخرين. ما هو الذي حصل للذين من قبلنا؟ بينه الله بقوله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم أي أصابتهم، أصابتهم البأساء من البؤس وهو الجوع والفقر والحاجة، مسهم الجوع ومسهم الفقر والحاجة، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. ولو كانت الدنيا رغدا لكل الناس ما تميز المؤمن من الكافر والمنافق، ولكن الله يجري سبحانه الامتحان حتى يتبين المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق المدعي للإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مستهم البأساء والضراء من الضر وهو الألم، صيبهم القتل في سبيل الله، صيبهم المرض، صيبهم الجراح، صيبهم الآلام في سبيل الله عز وجل. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلوا يعني خوفوا وأفزعوا، فإن المؤمنين يخوفون من أعدائهم خوفا تخويفا شديدا، ولكنهم يثبتون ولا يتزحزحون عن إيمانهم مهما بلغ التهديد والوعيد من الكفار. هذا شيء قديم أن الكفار يضايقون أهل الإيمان ويتوعدونهم ويهددونهم، ولكن المؤمنين يصبرون ولا يتزحزحون. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، ونعم الوكيل
اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وصبروا وثبتوا. وزلزلوا أي خوفوا تخويفا شديدا من أعدائهم، كما قال تعالى في وصف ما حصل على المؤمنين في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن هذا لم يضعف إيمانهم ولم يقلل من ثقتهم بالله عز وجل ولم يزحزحهم عن مواقفهم الثابتة أبدا. وزلزلوا أي خوفهم أعداؤهم، كما هو واقع في زماننا هذا ودائما وأبدا. الكفار يهددون المسلمين، يهددونهم بالحروب، يهددونهم بالانتقام، يهددونهم بالمقاطعة في الاقتصاد والأموال، ولكن يجب على المسلمين أن لا يلتفتوا لتهديد الكفار ولا يتنازلوا عن شيء من دينهم لأجل إرضاء الكفار، لأن الكفار حينما يهددون المسلمين يريدون منهم أن يتنازلوا عن دينهم أو عن شيء من دينهم، فيجب على المسلمين الثبات والاطمئنان والثقة بالله عز وجل. فإذا كان هذا موقفهم فإن الله جل وعلا يكفيهم شر عدوهم. أما إذا خافوا من الكفار، إذا خافوا منهم وأعطوهم ما يريدون وأطاعوهم، فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويسلط عليهم عدوهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فلا بد أن المؤمنين يصابون بالمصائب والمخاوف من الأمراض والجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول أي رسول من الرسل السابقين واللاحقين، جميع الرسل، شوف الرسول معهم يصاب بما أصيبوا به، بما أصيبوا به من البأس والضر والزلزلة، يصاب الرسول بما أصيب به أتباعه، بل هو أولى من يصاب. حتى يقول الرسول يعني يشتد الأمر وتشتد هذه الأمور على الرسل وأتباعهم إلى أن يقولوا متى نصر الله، متى؟ هم يوقنون بنصر الله، يوقنون بنصر الله، ولكن يسألون متى يأتي نصر الله. ضاق عليهم الأمر واشتد بهم الكرب واحتاجوا إلى نصر الله عز وجل وتطلعوا إليه، لأن النصر مع الكرب كما جاء في الحديث، الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر. الله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا اشتد الأمر فإن الفرج قريب.
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يسألون متى يحصل النصر حتى يخرجوا من هذه الأزمات، وليس معنى ذلك أنهم قنطوا من النصر أو أيسوا من النصر، وإنما يطلبون من الله متى نصر الله، يطلبون النصر من الله سبحانه وتعالى. متى نصر الله؟ قال الله جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. إذا ضاق الأمر واشتد فإن النصر قريب. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ألا إن نصر الله قريب. فهذا فيه وعد من الله جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين إذا اشتد بهم الكرب، حتى لا يقنطوا من النصر، وحتى يعلموا أنه وإن اشتد عليهم الضيق والكرب فإن نصر الله مضمون، ولكن الله يؤخره لحكمة يبتلي عباده، ثم إنه ينزل نصره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ألا إن نصر الله قريب. ثم قال جل وعلا: يسألونك. المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، وهذا هو الواجب، أن الجهال يسألون العلماء في كل ما أشكل عليهم. فالصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنون في كل زمان يسألون العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسألونك ماذا ينفقون. الله جل وعلا شرع الإنفاق، شرع الإنفاق، إنفاق الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله أمر بالإنفاق. فالصحابة يسألون ماذا ينفقون، ما هو المقدار الذي ينفقونه من أموالهم، وأين يضعون هذا الإنفاق، من هو الذي يصرف له، من هو الذي يصرف له الإنفاق. فهم يسألون عن الأمرين: مقدار ما ينفقون، هل ينفقون أموالهم كلها، ماذا ينفقون، ينفقون أموالهم كلها أو أكثرها أو نصفها أو ماذا، ومن الذي يعطونه من الناس. يسألون عن هذا. يسألونك أيها الرسول ماذا ينفقون. قال الله جل وعلا له مجيبا عن سؤالهم: قل ما أنفقتم من خير، من خير يعني من مال، ولم يحدد، كل ينفق ما تيسر، كثير أو قليل أو متوسط. قل ما أنفقتم من خير، أي نفقة ولو كانت قليلة فإن الله جل وعلا يقبلها إذا كانت خالصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، نصف تمرة. والنفقة اليسيرة إذا كانت خالصة لله إن الله يتقبلها وينميها، ينميها سبحانه وتعالى لصاحبها حتى تكون مقدارا كبيرا عند الله جل وعلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه
أجرا عظيما. فلا يحتقر الإنسان الصدقة وإن قلت، ولكن عليه أن يخلص النية لله عز وجل. وقد جاءت امرأة ومعها ابنتاها إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، امرأة فقيرة معها ابنتاها تسأل، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فطلبت البنتان هذه التمرة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها فذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، تمرة واحدة أوجب الله بها لها الجنة. فالنفقة وإن كانت قليلة إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل فإنها كثيرة عند الله، فكيف إذا كانت النفقة كثيرة وخالصة لوجه الله فإن الأجر أعظم. وهنا لم يحدد، قال: وما قل ما أنفقتم من خير قليلا كان أو كثيرا. لمن يكون؟ فللوالدين، يعني تبدأ بأقرب الناس إليك، وأولى الناس بإحسانك الوالدان، أبوك وأمك، جدك وجدتك، أولى الناس أن تحسن إليهم الوالدان، وهذا من البر بالوالدين. والأقربين بعد الوالدين الأقارب، الأقارب من البنين والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام إلى آخره. أقاربك أولى بالنفقة من الأجانب، أولى من الأجانب إذا كانوا محتاجين، فهم أولى بإحسانك ونفقتك. قد جاء في الحديث أن الصدقة على القريب المحتاج صدقتان، صدقة وصلة. صدقة على القريب المحتاج فيها أجر الصدقة وفيها أجر صلة الرحم، فهي أفضل من الصدقة على الأجنبي. فعلى الإنسان أن يبدأ بوالديه ثم بأقاربه الأقرب، فالأقرب منهم، فللوالدين والأقربين، ثم ضعاف الناس الأجانب، ضعاف الأجانب وهم اليتامى. اليتامى هم أضعف المحتاجين، وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار فأصبحوا لا كاسب لهم، هم بحاجة إلى الإحسان إليهم والإنفاق عليهم. واليتامى، ثم بعدهم المساكين، وهم الفقراء الذين أسكنتهم الحاجة من المسلمين. هذه موضع النفقات، موضع النفقات على هذا الترتيب: على الوالدين، على الأقربين، على اليتامى، على المساكين. فأنت تضع نفقتك في هؤلاء. وابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته أو ضاعت نفقته، مسافر نفد ما معه من النفقة ولم يبق معه ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله، أو معه نفقة ولكنها ضاعت أو سرقت فبقي بلا نفقة وهو ليس في بلده، غريب، فهذا يعطى ما يكفيه في سفره ويرده إلى بلده. هذا من مصارف الصدقة الواجبة والتطوع، مصارف الصدقة الواجبة والتطوع، ولو كان غنيا في بلده.
يمكنه غني في بلده لكن هو الآن فقير في الطريق، ما عنده شيء وبلده بعيد ولا عنده شيء من المال، هذا يعطى من الصدقة واجبة أو مستحبة، يعطى من الزكاة وابن السبيل. ثم لما فصل أجمل، لما فصل سبحانه هذه المصارف أجمل فقال بعد تفصيل: أي خير تعمله، أي خير تعمله من المال أو من الجاه أو من العلم أو من المناصحة أو من تعليم العلم النافع أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله، أي خير تعمله مالي أو غير مالي فإن الله به عليم، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، فهو يعلمه ويحفظه لك وينميه لك ولو كان قليلا، ربما أنك تنساه ولكن الله جل وعلا لا ينساه ولا يضيعه. وما تفعلوا من خير، أي خير، فإن الله به عليم فيجازيكم عليه أحسن الجزاء. ثم قال جل وعلا: كتب عليكم القتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ممنوعين من القتال لأنهم مستضعفون، كانوا ممنوعين من القتال لأنهم مستضعفون، ولو قاتلوا في مكة لدهمهم الكفار وأبادوهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم، والمسلمون ليس لهم سلطة في مكة، فكانوا منهيين عن القتال ومأمورين بكف أيديهم ومأمورين بالصبر على أذى الكفار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وصار لهم دار وإخوان وشوكة ومنعة، فرض الله عليهم القتال في سبيل الله عز وجل لنصرة دينه وإعلاء كلمته ودفع أذى الكفار. فمعنى قوله تعالى: كتب، أي فرض، فرض عليكم القتال. الجهاد في سبيل الله فرض على المسلمين، تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، فهو فرض على المسلمين، لا يجوز لهم أن يتركوه وهم يستطيعون، لا يجوز للمسلمين أن يتركوا الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، وهم يستطيعون. أما إذا كانوا لا يستطيعون فإنهم ينتظرون إلى أن يستطيعوا، لكن يعدوا العدة ويهيئوا أنفسهم ولا يتكاسلوا، بل عليهم أنهم يسعون في تقوية أنفسهم وإعداد العدة لقتال عدوهم، يبذلون الأسباب. الجهاد في سبيل الله لا بد منه، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهو على نوعين: جهاد دفاع وجهاد طلب. جهاد الدفاع إذا داهم العدو بلاد المسلمين فيجب على المسلمين كل من يستطيع القتال أن يقاتل، فرض عين. أما إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين فإنهم والمسلمون عندهم قوة، إنهم مأمورون بالغزو، بغزو الكفار في بلادهم لأجل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الجهاد مطلوب من المسلمين مهما استطاعوا إلى ذلك، وإذا تركوا الجهاد سلط الله عليهم عدوهم، كما هو واقع الآن. المسلمون الآن مهددون من الكفار، الكفار يهددون المسلمين في كل مكان ويقاتلون المسلمين ولا يرحمونهم أبدا، يضربونهم بالقنابل والصواريخ
ويهدمون عليهم البيوت والأبنية دون رحمة أو هوادة. فإذا تركنا الكفار لم يتركونا كما هو واقع الآن، كما هو واقع ومشاهد الآن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا بد أن المسلمين يعدون للجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال، قتال من؟ قتال الكفار أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه وأعداء المسلمين، لا بد من قتالهم. حتى إن بعض العلماء عد الجهاد في سبيل الله ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالجهاد في سبيل الله، وإذا تركه المسلمون تسلط عليهم الكفار كما تشاهدون الآن. كتب عليكم القتال وهو كره لكم تكرهه النفوس لما فيه من المشقة العظيمة، هو أشق العبادات لما فيه من القتل، ما فيه من الجراح، وما فيه من إنفاق الأموال، فهو شاق على النفوس، وتكرهه النفوس كراهية طبيعية، كراهية طبيعية لا كراهية دينية. أما الذي يكره الجهاد كراهية دينية هذا يرتد عن دين الإسلام، لكن الذي يكرهه كراهية طبيعية فقط فهذا لا يكفر، ولكنه ملوم، يلام على هذا. المسلم لا يكره الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو عز الإسلام والمسلمين، والمجاهد له إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر والظفر. المجاهد في سبيل الله له إحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيل الله وإما النصر والظفر والغنيمة. الجهاد خير للمسلمين، يكف شر أعدائهم ويمحى الكفر من الأرض وينشر الإسلام، فهو خير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ليس العبرة بما تكرهه النفوس أو ما تحبه النفوس، العبرة بالعواقب والنتائج. فقد تكره شيئا ونتيجته طيبة، وقد تحب شيئا ونتيجته سيئة، فليست المقاييس برغبات النفوس، وإنما المقاييس بعواقب الأمور ونتائج الأحوال، اللي هو العبرة. القتال عواقبه حميدة، هو شاق ومكروه للنفوس لكن عواقبه حميدة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعتز به الإسلام والمسلمون، وفي الآخرة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وعسى أن تكرهوا شيئا، هذا عام الجهاد وغيره، يمكن يكره الإنسان شيء، يكره قيام الليل، يكره صيام النهار، يكره الإنفاق، يشق على نفسه، لكن العاقبة حميدة، ولا هنا شيء يحصل بدون تعب وبدون مشقة لابد. فالعاقل ينظر في العاقبة ولا ينظر إلى التعب الحاضر أو اللذة الحاضرة، وإنما ينظر إلى العواقب. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الوردة حتى يعرف الصدر، حتى يعرف الصدر،
ينظر إلى العواقب، ما ينظر إلى الحاضر فقط، هذا هو العاقل. أما غير العاقل فهو ينظر إلى العاجل ولا ينظر إلى العواقب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا من العجب أن الإنسان يكره الشيء وهو خير له. وعسى أن تحبوا شيئا، هذا على العكس، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يحبون الجلوس وعدم القتال وعدم الخروج في سبيل الله، ولكن العاقبة شر، العاقبة شر. يحب إمساك المال ولا ينفقه، ولكن العاقبة شر. يحب النوم، يحب النوم ولا يقوم لصلاة الليل ولا يتهجد، يفوت عليه خير كثير. أو إن نام عن الفريضة عاقبته النار والعياذ بالله. هنا متلذذ بالنوم، نام عن صلاة الفجر لكن أمامه نار جهنم، نام لحظة وتلذذ لحظة لكن سيشقى دائما وأبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا لا تنفروا في الحر، المنافقون في غزوة تبوك قالوا لا تنفروا في الحر، لأن غزوة تبوك جاءت في الصيف وشدة الحر والمسافة بعيدة ما بين تبوك وبين المدينة، وقالوا لا تنفروا في الحر. ماذا قال الله؟ قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المسلمون صبروا وخرجوا مع الرسول، صبروا على الحر والشمس والهجير والسفر، صارت لهم العاقبة الحميدة. المنافقون جلسوا في الظل وعند النخيل والثمار وعند المياه، جلسوا لكن لهم النار والعياذ بالله. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالنظر إلى العواقب ما هو النظر إلى الحالة الحاضرة، محبة أو كراها. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال جل وعلا والله يعلم، الله يعلم المستقبل والعواقب، ولذلك شرع لكم الجهاد وأمركم بالجهاد، وإن كان شاقا عليكم لأنه يعلم أن عاقبته خير لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله فرض عليكم الفرائض وأوجب عليكم الجهاد، وإن كان في هذا مشقة عليكم في الحال والحاضر، لكن الله يعلم أن عاقبة هذه الأعمال أنها خير لكم. أما أنتم فلا تعلمون العواقب، ولذلك تؤثرون العاجلة على الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالله جل وعلا علم أن هذه الشرائع ومنها الجهاد في سبيل الله، أن هذه الشرائع تفضي إلى عاقبة حميدة، وأن ترك هذه العبادات وهذه الطاعات يفضي إلى عاقبة وخيمة. ولهذا أمركم بالطاعات ونهاكم عن المعاصي، وإن كنتم تشتهون بعض المعاصي أو توافق أهواءكم لكن عاقبتها وخيمة. والله جل وعلا لا يأمر إلا بما هو خير، ولا ينهى إلا عما هو شر، سواء كان في الحاضر أو في المستقبل. والله يعلم، يعلم الغيب سبحانه وتعالى، وأنتم لا تعلمون. فلذلك لا تتخذوا عقولكم وشهواتكم وكراهيتكم ومحبتكم، لا تتخذوا هذه مقاييس للخير والشر، بل عليكم أن تمتثلوا بما أمر الله به فتفعلوه، وإن كان فيه مشقة عليكم، وأن تتركوا ما نهاكم الله عنه وإن كان فيه لذة عاجلة. فالمؤمن يتقبل ما أمر الله به فيفعله، ويترك ما نهى الله عنه فيتركه، وإن كانت نفسه تميل إليه، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلى الإنسان أن يحذر من هوى نفسه، فإنها أقرب الأعداء إليه. يحذر من هوى نفسه ومحبتها وتشهيها، يحذر هذا. فعليه أنه يدور مع أوامر الله سبحانه وتعالى ومع نواهي الله عز وجل، فيفعل أوامر الله وإن كانت نفسه لا تريدها، ويتجنب ما نهى الله عنه وإن كانت نفسه تريده. وغير نفسك، هناك شياطين الجن والإنس يزينون لك، يزينون لك الشهوات والمخالفات، ويحذرونك من الطاعات ومن الأعمال الصالحة، ويقولون لك: لا تضيق على نفسك، لا تحرم نفسك، متع نفسك مع الناس، لا تصير ضيق متشدد، عليك أنك تساير الناس وتمشي مع الناس وتفعل ما يفعلون، تصير اجتماعي، خليك اجتماعي، لا تصير منعزل، لا تصير متشدد، لا لا إلى آخره. فهم يدعونك إلى ما يضرك في العاقبة، وينهونك عما ينفعك في العاقبة، فلا تطعهم، لا تطع نفسك ولا تطع شياطين الإنس والجن، فإنهم دائما يريدون لك الهلاك والعاقبة الوخيمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. نسأله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، وأن يكفينا الله شرورهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. نسأله أن يولي علينا خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا، وأن لا يؤاخذنا بأفعالنا وما فعل السفهاء منا. نسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق، وأن يكبت أعداء الدين من الكفار والمنافقين والمشركين والملحدين والعلمانيين والحداثيين وكل من يصد عن سبيل الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يهدي ولاة أمورنا، وأن يبصرهم بالحق، وأن يجعلهم نصرة للدين، وأن يعز بهم دينه ويذل بهم أعداءه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يبعد عنهم البطانة الفاسدة، أن يرزقهم الجلس الصالحين، وأن يبعد عنهم المفسدين الذين يصدون عن سبيل الله ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. نسأله أن يخذلهم وأن يفضحهم وأن يكشف أستارهم وأن يكفي المسلمين شرهم.
إنه على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا معلم للقرآن الكريم وأعلم الأطفال وأحيانا أضربهم لعدم فهمهم أو لسوء حفظهم، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا رأيت منهم إساءة أدب أو تكاسلا فلا بأس أن تضربهم ضربا يسيرا ينبههم، وأما الضرب الشديد فلا يجوز. وأيضا إذا كانوا من كان منهم بطيء الحفظ لا تضربه، هذا الشيء ما هو باختياره، اللي بطيء حفظه هذا لا تضربه، لكن اصبر عليه. أما الذي تلاعب ويتكاسل هذا يستحق أنه يأدب، إما بالزجر والكلام وإما بالضرب اليسير أو التهديد أو غير ذلك. أنت مربي، شوف الأصلح لهم. نعم. يقول: نرى بعض المصلين في حال القيام أنهم يسدلون أيديهم ولا يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر، فهل ننكر عليهم ونقول لهم أن هذا مخالف للسنة؟ لا، الإنكار لا تنكرون عليهم، ولكن بينوا لهم بيان إن الأفضل والسنة أن توضع الأيدي على الصدر في الصلاة تقبض. وأما الإنكار عليهم والتشديد عليهم فلا، لأن هذا السنة، قبض اليدين على الصدر هذا السنة ما هو واجب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا يثم عليه. نعم. ما الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد في علم الأصول؟ العام هذا في الأعيان، في الأعيان، وأما المطلق فهو في الأوصاف، المطلق في الأوصاف والعام في الأعيان، هذا الفرق بينهم. إيش؟ والخاص والمقيد. نعم، المطلق هو في الأوصاف، والمقيد هو المقيد بصفة، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذه مطلقة في كل أي رقبة يعني، لكن جاء في الآية الأخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، فتقيد المطلقة في بالمؤمنة، قوله فتحرير رقبة هذا مطلق يقيد بقوله تحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. ما واجب طالب العلم في المسائل الفقهية الخلافية؟ طالب العلم مبتدي ولا يدخل في الخلافيات، لا يدخل في الخلافيات، يتعلم العلم على أحد المذاهب الأربعة في المختصرات، يحفظ ويفهم، ثم بعد ذلك إذا صار عنده إمكانية فإنه ينظر في الخلاف ويعرض على الأدلة، فما ترجح بالدليل أخذ به وأفتى به، وما خالف الدليل يتركه. لكن هذا لمن تجاوز مرحلة الطلب وصار عنده حصيلة من العلم، أما إنسان مبتدي هذا لا يدخل في الخلاف، وإنما يتعلم على قول واحد في أحد المذاهب الأربعة. نعم. قريب لي أخذ قرضا من البنك بفوائد وضمنته بتوقيعي، وضمنته بتوقيعي، ثم علمت أنها محرمة، فهل علي إثم؟ نعم، أنت تعاونت معه على الربا، إذا كان اقترض قرضا بالربا وأنت ضمنته فقد تعاونت معه على الإثم والعدوان. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه، لأنهم تعاونوا معه، فعليك أنك تنقض ضمانك، تنقض ضمانك، تقول أنا تراجعت عن الضمان لأني علمت أنه حرام وأنا لا أتعاون على الحرام. نعم. هل الأفضل أن أصلي في مسجد الحي القريب في الصف الأول أو مسجد آخر فيه جنائز في غير الصف الأول؟ كله سواء، كله سواء. الصف الأول فيه فضيلة، الصلاة على الجنائز أيضا فيه فضيلة، وكله سواء، أنت مخير فيها. نعم. يقول أنا إمام مسجد ويوجد شخص واحد في القرية لا يشهد الجمعة والجماعة بحجة أن الإمام لا يجهر بالبسملة علما أنه يحافظ على الصلاة، وقد نصحته مرارا وتكرارا لكنه يعتذر ويقول أنا مذهبي شافعي، فهل أنا آثم بسبب تركه للجماعة؟ يا أخوان، المسائل الخلافية في مسائل الفقه لا توجب أن الإنسان ينكر على الآخرين وهم عندهم مستند، عندهم مستند لقولهم، والواجب اجتماع الكلمة، وأن المسلمون أن المسلمين يصلون جميعا حتى ولو كان بينهم خلاف في بعض المسائل الفقهية. الفقهاء ما زالوا يصلي بعضهم خلف بعض وعندهم اختلاف، الصحابة رضي الله عنهم صلون جميع وعندهم بعض الاختلافات في المسائل الفقهية، لأن هذا مرجعه إلى الاجتهاد، والاجتهاد يختلف من شخص لآخر. فالمسائل الخلافية في الفقه لا توجب العداوة والتقاطع، ولا يجوز لك تخلف عن الصلاة لأن الإمام لا يجهر بالبسملة. الجمهور على أن الجهر بالبسملة إنه ما هو مشروع، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، ولا ذكر أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، بل يبدأون بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم يسرون البسملة.